الراديو 90-90 هواها مصري. خلينا نروح بقى للمسلسل مهم جدا, هو أفراح إبليس الجزء الثاني. طبعا المسلسل اتعرض جزء من حلقات منه على قناة مشفرة, طبعا مش هنقول بس, وهو كمان هيتذاع. الناس اتشدوا للمسلسل بشكل قوي جدا. انت كنت متوقعة رد الفعل ده؟ بصي, وأفراح إبليس بالنسبة لي كان كونسبت غريب جدا بقى, انه لان انا ما كنتش بقدم المسلسل, ما عملتوش قبل كده, فانا بقوم بدور زميلة ليا. فحاولت ان انا ما اجي اعمل المسلسل اعمله من وجهة نظر منه ان ده مسلسل جديد, مش حد تاني, يعني ان انا بعمل مسلسل لوحده. هو صعيدي, انا اوريدي عملت صعيدي قبل كده طبعا, فمتمكنه فيه, انا مخرجة صعيدي دلوقتي. فبالنسبة لي بس الدور مختلف طبعا, كل وجزئي, الشخصية والتون والستايل لا في فرق تاني. كانت بنت العمدة ودي خدامة, يعني في فرق تماما. في فرق حتى في الانتقام. الكاست اللي معاكي برضو مختلف, يعني طبعا أستاذ جمال سليمان يمكن من أكتر الناس اللي هي مش مصرية بيقدم الدور الصعيدي هايل. في ناس بتوجه له بعض الانتقادات في الحته دي, انت معاهم ولا بتحسي لا؟ لا لا خالص, انا بالعكس على فكره, استاذ جمال طبعا انا بحبه جدا جدا اصلا على مستوى شخصي, يعني مش عشان اشتغلت معاه, لا انا بحبه جدا يعني. من اول ما عمل حدائق الشيطان كان اكتر حد انه يعمل صعيدي كان هو. خلي بالك لان اللكنه السوري قريبه جدا للمصري عندنا, للصعيدي شوي مش كتير, ولكن هو متمكن قوي فيها قوي ونجح فيها جدا. فلما جه قدم أفراح إبليس الجزء الأول احنا شفناه, انا مكنتش فيه, فبالعكس انا شايفه ان هو ناجح جدا في الحته دي. فليه ننتقده؟ لا طبعا احنا ممكن ننتقد علشان احنا عايزين ولاد بلدنا هم اللي يشتغلوا, لانه في نفس التوقيت كان الله يرحمه بقى كان في ناس كتير قوي هتقدم الشخصيه دي, زي مثلا ممدوح عبد العليم الله يرحمه, كان في ناس كتير عملت صعيدي طبعا, ناس رائعه يعني. ولكن هو دلوقتي على الساحه, عندنا ناس كتير طبعا. استاذ رياض الخولي عمل بس الطلاق, يعني هو كان علق مع الناس في الجزء الاولاني, فطبيعي طبيعي هيقدم التاني, واحنا عندنا التالت لسه كمان. ده كنت لسه هسالك, لسه هي الجزء التالت, ففي اختلاف كل جزئي في الورق كمان. هو نفس المؤلف طبعا استاذ مجدي صابر, وبس المخرج مختلف المره دي, معنا احمد خالد امين مخرج وشاب وعامل شكل جديد للصعيدي وصوره حلوه قوي قوي, وعامل كمان توليفه جديده من النجوم, يعني هتلاقي نجوم كتير قوي موجوده, كفايه مدام منى عبد الغني معانا. طبعا بس في حته كده انا مش عارفه انت خفتيش منها في الاول ولا لا, فكره غياب كتير من نجوم الجزء الاول, ما خفتيش ان الناس لا ليه؟ انا في السلسله ده احنا كان كذا حد مش موجود وجم غيرهم عادي. انت مهم عندك انك ما تجيبيش حد اقل من اللي بيقدم الشخصيه الاولانيه, لازم تجيبي حد بنفس المستوى او كمان. اعلى, فهماني؟ فده كان ده مهم, لان انت معاكي برضو كاست مدام صابرين ما شاء الله طبعا, دي في بينكم مشاهد كتير كتير. لا وهي صابرين قمر صراحه, يعني بغض النظر يعني مش على الحلاوه بس, لا ممثله طبعا. طبعا انا مش فاكره طبعا الممثلين القدام, ولكن كل واحد بجد هو بطل في دوره. كلنا هتلاقي توليفه غريبه جدا, وكل واحد ماسك شخصيته من حته اللي هو عارف هو عايز يعملها من ناحيه ايه بالظبط. بس انت شايفه ايه المختلف في دراما السعيد عن الدراما المسلسلات العاديه؟ ايه النكهه المختلفه فيها؟ بصي, هو الصعيدي قريب قوي للناس لانه الطار بقى والعائلات عارفه الحاجات دي. فالشعب كله بيحب ده, وبعدين الصعايده كتير بيحبوا يتفرجوا على الصعيدي, يتفرجوا على الحاجات الخاصه بيهم هم, تمام, اللي بيناقشوها ستاتهم في البيوت. احنا عملنا في افراح ابليس ان لازم يبقى اللبس زي بالظبط الحقيقي غير سلسلة الدم. فحتى لما انا جيت اشتغل قالوا لي منا يعني خارجه يبقى هتلبسي اسود, هتلبسي ممكن العبايات هي الشيك لان هي بنوته صغيره, هتلبسي مش عارفه ايه, هتعملي ايه. اوكي, عملت التفريق اللي هو ان هي لما خرجت من الصعيد وراحت على مصر لبست لبس البنات العاديه اللي هم بيلبسوه, البنطلون الجينز القميص بتاع
اللي هو العادي بتتأقلم على الحياة زي ما أي واحدة هتبقى كده، لأن مش معقول هتبقى واحدة ماشية من الصعيد ترجع مصر هتلبس جلابية برضه. لا دي بالعكس، دي رايحة عايزة تغير بالظبط كده، فاهماني؟ اللي هو الطبيعي، فحاولنا ان تبقى شكلها طبيعي يعني. طيب بمناسبة